يعني حتى عمرنا صار بيعدي بسرعه، عشان كذا انا اليوم صراحه ابغى اقول لكم على خبر يمكن اتخذه في حياتي، مو عشان شيء، عشان فعلا الحياه بتعدي بسرعه واحس لازم اعدي بكل التجارب اللي انا نفسي اعدي فيها. فاليوم ابغى اقول لكم يمكن هذه اخر مره اقدم في صباح الخير يا عرب. انا عارفه انه يمكن مو هذا الخبر اللي ابغى اقول لكم هو دحين، لكن زي ما قلت علي الحياه بتعدي بسرعه واحس لازم التجارب كلها تعدي فيها. فمرة حتوحشوني، كانت فعلا خبرة جدا رائعة خلال هذه السنة، وسامحوني على التقصير. يعني هدى حتوحشيني، علي، هلا، يمكن وصفاتك كثير حتوحشني، وأيامنا مع بعض حتوحشنا. يعني بصراحة هي دائما نكون مع بعض دائما، اللحظات الحلوة تمشي بسرعة. صحيح. ويعني أنا كنت أتكلم وياك كثير وكان نفسنا بصراحة أنك تغيرين الموضوع، لكن الخطوة الجاية لك راح تكون أحلى إن شاء الله. إن شاء الله. وكل التوفيق لك في برنامجك الجديد بإذن الله. يعني نحن هلا شوي سكتنا، ما بعرف، نحن شوي متفاجئين وبنفس الوقت ما كنا بنعرف عن الخبر. يمكن سارة حياتنا بتاخذنا بتجارب كثير مثل ما انت قلتي، ما حاحكي من باب الرومانسيه او الكلام هذا، نحن مثل ما بيقولوا يوم إلنا واليوم اللي بعده لإلنا أكثر، يعني مو ضروري يكون علينا، بالعكس. أنت يمكن شخص لازم هلا أعبر أكثر بما أنه حكينا على الهواء، أنت شخص كثير مميز وأنت شخص كثير صادق وكثير شفاف حتى هلا بطريقة توصيلك لهالمعلومة. حبيبتي هلا والله، يعني فعلا هنا زي ما قلت لك، يعني أنا بس تعرفنا إني تعرفت عليكم هذه كانت شيء مرة كبير في حياتي. وأنا التجربة يا سارة أكيد. الواحد يمر فيها يروح لتجربة ثانية ياخذ خبرة أكثر، يمكن تعرف على الناس أكثر ويخلي حياته أفضل. يعني مو الواحد ما يوقف على تجربة دائما. بس كأنك بتصحين أنت الحين، أنت مو كلنا في شوية صح؟ بس أنا ما حخليكم تصيحوا، تعرف ليش؟ لأنه هذه كذبة إبريل. مشيت عليكم. أنا معاكم وراكم وراكم، ولا راحة ولا مكان ترى. هم نشوف العناوين. نروح نشوف.